كاكسبوجر وكسوشيال ميديا وحاجات كتير قوي تاثرت تاثر جامد، لان دي قضيه عربيه، قضيه عالميه. طارق بنرحب بيك وبنقول لك الف مبروك على الجائزه النهارده، وكلمني عن النهارده عن شعورك بجائزه التميز بتاعك. طبعا برحب بيكم انتم وبوجودكم دايما كده، يعني متابعينا ويعني ونشطه دايما معانا، في سواء في كواليس تصوير او في ملتقى زي النهارده. يعني انا بوجه دايما كده الشكر للصحافه وللاعلام، لان هم فعلا يعني يعني حائط الصد للفنان، وهو المنبر اللي بيطلع منه الفنان غير اعماله للجمهور بتاعه. يعني بشكركم طبعا على وجودكم النهارده، والنهارده الجائزه طبعا يعني الفنان بيبقى، احنا بنبقى شغالين عشان في الاخر نحس بهذا التقدير، بهذا التكريم. يعني طبعا الفنان بيشتغل عشان حاجات كتير جدا، بس انا في وجهة نظري وهتلاقي كل ده عند كل زمايلنا الفنانين، هو ده مربط الفرس، التكريم اللي بناخده، سواء تكريم بكلمة من الجمهور، بكلمة من النقاد في الصحافة، تقرير حلو ينزل عننا في واحد من البرامج زي اللي حضرتك يعني كده بتسجل لها، او تكريم زي النهارده كده في ملتقى او في مهرجان. فمبسوط جدا بالتكريم النهارده، والتكريم مش ليا لوحدي، كل زمايلي اللي كانوا في مسلسل ما تيجي نشوف. ما ينفعش يعني اقول ان ده ليا لوحدي، هو للمؤلف عمرو محمود ياسين، ولزمايلي من اول هنا شيحه، النجمه هنا شيحه يعني زميلتي في هذا العمل، وكل لا بهدل كل العمل طبعا بكل طواقمه، يعني كرو الاخراج استاذ محمد خبيري، بكل الناس اللي تعبت معانا. يعني كنا شغالين في ظروف صعبه وسريعه، علشان كنا يعني بنعرض على طول حواديت ورا بعض، كنا احنا الحدوته الثانيه، وكان مطلوب مننا نعمل المنتج ده في وقت قياسي. وطبعا بشكر منتج هذا العمل احمد عبد العاطي، لانه حقيقي منتج واعي جدا، وبينقي دايما يعني حاجات ومواضيع دايما بيبقى هي الرهان كل سنه. اشتغلت معاه قبل كده، كنا عاملين حبيباتي من تخون من 3 سنين او يمكن من سنتين، كانت برضه يعني لاقت هذا النجاح. يعني كان في توقيت صعب جدا، فنقدر نقول نجاح مضاعف. كنت شايف ان التوقيت ده مخاطره، نقدر نقول شويه من ناحيه ايه مخاطره؟ يعني توقيت العرض اللي جت بعدها الظروف السياسيه كانت ملخبطه شويه. بص احنا يعني طبعا يعني كاكسبوجر وكسوشيال ميديا وحاجات كتير قوي تاثرت تاثر جامد، لان دي قضيه عربيه، قضيه عالميه. ف يعني خدت حيز كبير من كل اهتمامنا احنا نفسنا شخصيا، اللي كنا شغالين وكنا بنتفرج، كنا مهتمين باللي بيحصل في غزه يوميا اكتر من، يعني مش عايز اقول اكتر من اهتمامنا بالمسلسل، بس كان ده الحدث العالمي الكبير اللي احنا كلنا بنتابعه ليل نهار. يعني مخاطره او اتظلم او انا ما بشوفش ده خالص، لان احنا انت في الاخر بتقدم عمل فني ممكن يتعرض دلوقتي ويتعاد كمان شويه، ينزل على منصه. يعني ما بقيسش الحاجات دايما حتى بالعرض الاولاني، يعني احنا ربنا كرمنا، ساعات بيبقى رزق العمل حلو فينزل من اول عرض يعني ياكل كده بالبلد زي ما بيقولوا مع الجمهور، وساعات لا، ساعات العمل يفضل يحصل له نجاح تراكمي. ممكن يكون قصرنا شويه كمشاهده اكيد بالاحداث اللي كانت حاصله، لكن في الاخر انا سعيد بتوقيته، وكويس انه نزل في هذا التوقيت وقبل رمضان بفتره، وهو حدوته كانت مهمه، علاقات اجتماعيه علاقات زوجيه كانت مهمه جدا جدا، كنا نعمل يعني نسلط الضوء على الحته دي من العلاقات في عمل فني.